من المسائل أيضا لبس الحديد والصفر وأنواع النحاس في الصلاة. ورد النهي عن لبسه سواء للرجال أو للنساء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه، والآنك هو الرصاص والشبه هو الصفر الأحمر ويشمل جميع أنواع النحاس. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا اللبس. طيب ربما يعني يأتي من الفروع في هذه المسألة، إذا كان إنسان صلى عدة صلوات وهو لابس لهذه المعادن لكنه كان جاهل للحكم، لا يعلم الحكم، ماذا عليه؟ يسأل الله تعالى يتقبل منه الصلاة السابقة وليس عليها الإعادة، ومن الآن فلاحقا يتعلم الحكم لا يلبس هذه المعادن. من المسائل أيضا والفروع في هذه المسألة حمل هذا المعدن في الجيب، حمله في الجيب. إنسان أراد أن يصلي ولديه ساعة من حديد، ماذا يفعل؟ يضعها في جيبه، ليس عليه شيء، يجوز أن يضعها في جيبه وأن يصلي بذلك. من الفروع أيضا المعادن المطلية، المعادن المطلية، وهذه سبقا ذكرتها في درس من الدروس. عندما يكون هنالك معدن حديد ويطلى بالذهب بالنسبة للنساء أو بالفضة بالنسبة للرجال، ومعروف المعادن المحلاة أو المطلية، هذه هل يجوز الصلاة بها أو لا؟ أولا الأحوط عدم الصلاة بهذه المعادن، ثانيا إن صلى بها المصلي والطلاء لا زال موجود بها فالصلاة صحيحة. يعني المرأة التي تلبس ما يعرف بالإكسسوارات المطلية بالذهب، بما أن الطلاء الذهبي طلاء الذهب، لا أتكلم عن الطلاء يعني لما يكون صبغ أصفر، عندما يكون طلاء مرشوش بذهب يقال هذا مرشوش بذهب، عندما يكون مطلي بالذهب بالنسبة للنساء وصلت به صلاته وإن أرادت تصلي يجوز أن تصلي ما دام الطلاء موجود به، فإن زال الطلاء ورجع إلى أصله تمتنع عن الصلاة به. كذلك بالنسبة للرجل، خاتم مطلي بالفضة وهو حديد، ما دامت الفضة به يجوز أن يصلي به، فإن رجع إلى أصله وصار حديد هنا يتوقف ولا يصلي به. نعم. من الفروع أيضا الصلاة على تلك المعادن، نحن نتكلم عن لبسها، طيب صلى عليها لو مثلا معدن يصلي الإنسان عليه، هل لس الحكم؟ نعم لس الحكم، يكره ذلك كما يكره الصلاة بها، يكره الصلاة عليها كما يكره الصلاة بها، نعم يكون هكذا الحكم. أيضا من المسائل في اللباس الصلاة بالنعلين، الصلاة بالنعلين، شخص أراد أن يصلي، ما أتكلم عن مثل المساجد، يعني في مثلا ذهبت إلى رحلة وأردت أن تصلي وأنت لابس النعل، أما في المساجد ما حد يعني يخليك تدخل، خاصة هذا المسجد من هناك يطفر بك الحارس ما يخليك تدخل، لكن في الأماكن المفتوحة بالنسبة لصلاة، أول أتكلم عن صلاة الجنازة، صلاة الميت، صلاة الميت إذا صلى الإنسان بنعله صلاة الميت يجوز بشرط أن تكون طاهرة النعل، أما بقية الصلوات هنا في الأصل الإجازة، إلا أن هذه النعال أصلا ترفع الأصابع لا تصل إلى ماذا؟ إلى الأرض، فلذلك لا يصلى بها. أما أن لو وجدت نعل في زمن من الأزمنة ومع تقدم العصر وجدت يعني نعال يمكن أن تصل الأصابع إلى الأرض وكانت النعل طاهرة يجوز الصلاة بهذه النعال. نعم. أيضا من المسائل الثوم الذي به صور، وسبق أن ذكرنا هذه المسألة بتفريعاتها كامنة في درس خصصنا في هذا الأمر في الرسم والتصاوير من خلال الكتيب السراج المنير.